على صحيفة الجريدة نطالع فيها الديجير يطالب بتقييم شجاع لأداء الحكومة، يحذر مما لا يحمد عقباه. الحداثة أمر بالقبض على المتحري الأول في قضية الشهيد محجوب التاج. على السودانية الدولية نطالع فيها وزارة الإعلام تطرح مشروعات قوانين خاصة بقطاع الإعلام للتداول. السعودية تعيد 7000 رأس من صادر الضأن السوداني عنوان على السودان. أما على صيحة الخارجية تجري أكبر تنقلات للسفراء. على التيار إعلان نتيجة شهادة الأساس بالخرطوم خلال يومين. على الحراك السياسي الفيضان يلامي الشواطئ الخرطوم والسلطات تحذر. ختاما على الانتباه ضبط أسلحة وذخائر على الحدود مع إثيوبيا. حياكم الله مشاهدينا، كانت تلك العناوين، إليكم التفاصيل في حلقة جديدة من بعض الطبع استعرضت فيها أبرز ما حوى صحف الخرطوم هذا الصباح، وقراءة تحليلية مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أشرف عبد العزيز. أهلا بك معنا اليوم. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة الجريدة. أهلا بك معنا. أبدأ معك مباشرة على صحيفة الجريدة، عنوان أدلت به الصحيفة أو أدليتم به أنتم اليوم، الديجير يطالب بتقييم شجاع لأداء الحكومة ويحذر مما لا يحمد عقباه. في تفاصيل الخبر، أقر عضو مجلس الشركاء الفترة الانتقالية رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الديجير بوجود عثرات وتراجع في أداء الحكومة، وذلك لم تنجز الكثير من المهام، فضلا عن أنها لم تحقق أي نجاح كبير بعد مرور عامين على الفترة الانتقالية. أكد ديجير خلال مؤتمر صحفي يوم أمس بسونة أن مبادرة رئيس الوزراء أقرت بأنه لم يتم إنجاز الكثير من المهام، وأرجع ذلك لعدم وجود جبهة سياسية موحدة تضم قوى الثورة في برنامج موحد. حديث الصراحة والوضوح من قبل عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الديجير. درجة رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الديجير المهندس عمر الديجير طوال كثير من اللقاءات الصحفية دائما حريص على أن يبين بعض الآراء التي يمكن أن تكون ذات طابع انتقادي بالنسبة للحكومة، وهو يرى في ذلك أن التقييم أولى به أهل الدار بدلا من يكون خارجها. ودائما الديجير يتحدث بصراحة ووضوح فيما يتعلق بتقييم الأداء التنفيذي بالنسبة للحكومة. طيب، رئيس الوزراء في 22 يوليو الماضي يعني أعلن عن مبادرة طبعا لتحسين المسار الديمقراطي، الآن مر على هذه المبادرة أكثر من شهر، يعني كيف تنظر إلى النتائج إلى الآن؟ المبادرة كانت مطلوبة في ظل الظروف السياسية التي تعيشها البلاد، باعتبار أن هنالك كانت أزمات وانشقاقات بدأت تطل برأسها في الحاضنة السياسية هو الحرية والتغيير، أيضا كانت هنالك خلافات داخل المؤسسة العسكرية، إذن هنالك مبررات ودواعي جعلت هذه المبادرة ماثلة ولا بد منها في ذلك التوقيت. الآن سير المبادرة أشير بشكل وجهي الأكمل، هنالك كثير من اللقاءات تمت بين رئيس الوزراء وبين قطاعات حية ومهمة وأساسية وضرورية، من المفترض أن تتبلور آلية للمبادرة حتى تحسم القضايا ذات النقاط الخلافية، ولكن نوعا ما الآن الجو السياسي يشهد نوع من الاستقرار وليس الإلهاب، وذلك بفعل المبادرة لأنها هي أوقفت كثير من حمى الخلافات التي كانت سائدة، ومن ضمنها الخلاف بين اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير وبين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. إذن هنالك استقرار ما بين مكونات الحرية والتغيير، وكان هنالك خلافات ما بين هذه المكونات وخلافات أخرى ما بين المجلس العسكري المكون العسكري في الحكومة الانتقالية. لماذا يطالب الديجير الآن يعني بتقييم شجاع لأداء الحكومة وينتقد أدائها إلى الآن؟ لعل ذلك ورد في اجتماع متعلق بحزب الديجير وهو المؤتمر السوداني. الحزب الآن ينشط في مؤتمرات قاعدية ومؤتمرات تنظيمية ستتوج بمؤتمره العام، والديجير يريد أن يقول صراحة وحقيقة في هذا المؤتمر الذي كان جزء من نشاط هذه الفعاليات أن هذا هو الواقع الحقيقي أمام الحكومة. قال أن الحكومة لم تنجح في كثير من المهام، وبالتالي يعني أنها ربما نجحت في مهام وفشلت في أخرى، ولا بد من إعادة التقييم حتى تستطيع الحكومة أن تذهب إلى الأمام. وقال إذا لم يجرى تقييم بهذه الطريقة فهذا يعني أنه يمكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه، ولا يمكن في تلك اللحظة تلافي الثغرات والقصور التي تكون نجمت عن عدم التقييم بهذه الطريقة الصريحة. طيب، بالنسبة لملف المجلس التشريعي، يعني رئيس الوزراء أعلن عن تشكيل المجلس التشريعي بعد شهر من إعلانه لمبادرته،
علما بأن المجلس التشريعي قد تم أو تم عقده أو الإعلان عن عقده بعد 90 يوما من توقيع الوثيقة الدستورية، والآن أعلن بعد المبادرة بعد شهر فقط، وإلى اليوم لم يتم تكوين المجلس التشريعي. الأسباب لعدم تشكيل هذا المجلس، معناه أن الفترة الانتقالية تجاوزت العامين الآن أستاذ أشرف. هي تعقيدات واضحة ومعلومة لدى الجميع أنه هنالك خلافات ما زالت ماسلة داخل قوى الحرية والتغيير، ما أشرت إليه من قبل في إجابة السؤال الماضي. ليس أن قوى الحرية والتغيير الآن استقرت تماما، ولكن هنالك خلافات وتحاول أن تطوي صفحتها الآن بمجهودات من قبل رئيس مجلس الوزراء نفسه. الواضح فيما يتعلق بالمجلس التشريعي أن هنالك لجنة كونت، ولكن هذه اللجنة ليست محل قبول كل قوى الحرية والتغيير. اللجنة الفنية المشتركة لإصلاح قوى الحرية والتغيير تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، قالت أنه يجب فيها تأجيل مسألة المشرع تشكيل المجلس التشريعي وكذلك اختيار الولاة. من جانب آخر، لجان المقاومة أيضا لديها رأي واضح بأن المحاصصة التي تتم بين الأحزاب هي ترفضها وتريد تمثيل أوسع بالنسبة لها في المجلس التشريعي. أيضا في الولايات هناك إشكالات ما زالت فيما يتعلق باختيار المجلس التشريعي. إذن هناك جملة تعقيدات في كل مرة، صحيح يقطع الوقت، لكن لا تستطيع هذه القوة الوصول إلى تشكيل المجلس التشريعي ما دام أن هذه التعقيدات ستظل هي موجودة، وهي ما زالت موجودة بالفعل. طيب السبب الرئيسي، يعني نتكلم بصراحة، حالة التشظي الآن ما بين مكونات الحرية والتغيير. طالعت أكثر من تصريح لأحد القادة في الحكومة الانتقالية، خاصة على صحيفة اليوم التالي في أول ظهور لها أو منذ إغلاقها في الأيام السابقة، يعني هنالك تصريحات صريحة وحادة من القيادات بمكونات الفترة الانتقالية. لماذا هذه التصريحات؟ لنتيجة الخلافات، وهذا التشظي هو سبب المبادرة مجلس الوزراء أثناء شرحه لمبادرته. هنالك بالفعل تشظي، هنالك مكونين الآن بالنسبة لقوى الحرية والتغيير. صحيح المكون الأكبر والفاعل هو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والمكون الثاني هو لجنة الإصلاح الخاصة بقوى الحرية والتغيير، والذي انضم إليها من ناوي مؤخرا كجبهة ثورية. وهذا ما جعل أن هنالك فسطاطين في قوى الحرية والتغيير، بالإضافة لموقف لجان المقاومة من الطريقة التي يشكل بها المجلس التشريعي، بالإضافة لموقف عدم حسم الاختيار في بعض الولايات. كل ذلك جعل أن هنالك إشكالات فعلية موجودة تجعل هنالك تصريحات مختلفة من قبل قيادات قوى الحرية والتغيير تصدر اختلافها الباين في عدد من القضايا. صحيح أن قوى الحرية والتغيير هي قوة بها أكثر من 100 مكون، وبالتالي من الطبيعي هي هذه الفسيفساء، من المفترض أن تكون يعني فيها نوع من الاختلاف في وجهات النظر، ولكن الخلاف في وجهات النظر في الآونة الأخيرة بدأ سالبا أكثر من أنه موجبا، ويمكن أن يكون دلالة على التوحد. على الرغم من أن هنالك البعض يقول أن هنالك عدم حماس من مكونات الفترة الانتقالية لإتمام المهام منها المجلس التشريعي. لا، بالتأكيد الكل يؤكد أنه مع تشكيل المجلس التشريعي رئيس مجلس الوزراء حرية والتغيير بمكونيها الحاليين، ولكن هنالك خطوات عملية فيما يتعلق بعملية التأسيس والتشكيل هي العقبة الحقيقية، وتحتاج إلى صراحة واضحة وشفافية من قبل هذه الأطراف حتى يعرف الشعب السوداني لماذا تأخر هذا المجلس حتى الآن. وأنا ذكرتها هي متمثلة في حصة لجان المقاومة، الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، عدم إكمال مسألة اختيار مناديب الولاة من قبل قوى الحرية والتغيير وفي حوالي 5 ولايات، وهذا ما أعقد المسألة المتعلقة بتشكيل المجلس التشريعي حتى الآن. نعم، الحداثة أمر بالقبض على المتحري الأول في قضية الشهيد محجوب التاج. في تفاصيل الخبر، أمر الغادي زهير بابكر عبد الرازق بالقبض على المتحري الأول في البلاغ الخاص بقضية الشهيد محجوب التاج وعدم الإفراج عنه إلا بضمن، وذلك لغيابه عن جلستين متتاليتين من المثول أمام المحكمة لسماع أقواله في القضية. وعقدت المحكمة الخاصة بالقضية المتهم فيها ضباط وأفراد من جهاز الأمن والمخابرات ثاني جلساتها يوم أمس الاثنين، في ظل غياب الشرطي المتحري الأول في البلاغ الذي أمرت المحكمة بإخطار المدير العام لقوات الشرطة بشأن عدم انضباطه. لك التعليق أستاذ أشرف يعني مباشرة في هذه القضية. الجميع كان ينتظر هذه المحكمة، هنالك تضامن واسع من قبل لجان المقاومة أمام المحكمة، وبالتالي لابد أن تكون من يمثلون العدالة فيها هم أكثر جدية. غياب المتحري يعني أن هنالك تهاونا ما في مسألة القضية، هذا ما جعل القاضي أن يتشدد ويطالب الشرطة بضرورة وصول هذا المتحري أو القبض عليه نتيجة هذا التغيب المستمر، لأن هذا من شأنه تعطيل العدالة. نعم. إلى السوداني،
السعودية تعيد 7000 رأسين من صادر الدأن السوداني. تفاصيل الخبر: أعادت السلطات السعودية باخرة مواشٍ سودانية بعدد أكثر من 7000 رأس من الضأن، وأرجعت الأسباب لمخالفة شحنة المواشي. قرر رئيس شعبة مصدري المواشي الحية صالح صلاح بإرجاع الشحنة من الصادر، وقال للأسف السبب غير متفق عليه في البروتوكول. عملية تكرار إرجاع صادر الثروة الحيوانية تكررت أكثر من مرة يعني في خلال العامين السابقين، بالفعل ما هي الأسباب؟ نعم بالفعل واضح جدا أن هنالك مشاكل متعلقة باللقاحات، وأن هنالك مسائل متعلقة بالمعامل وعدم إكمال الإجراءات ذات الشروط التي تطلبها المملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بالفحص على عن حمى الوادي المتصدر. واضح أن كلما تكشف السعودية على عينات من الماشية التي ترد إليها من السودان وتجد أن هنالك نوع من مؤشرات لأنه يمكن إصابتها بالوادي المتصدر، ترفض هذه الشحنات وترجعها مرة أخرى، وهذا خسر البلد كثير من مليارات الدولارات. وبالتالي المسؤول الأول هو وزارة الثروة الحيوانية، من المفترض أن تعاقب على ذلك، لأن هذه المرة تكررت لأكثر من 5 مرات. الباخرة كان الأمر مقصود يعني، مبروكة تتكرر هذه المسألة لأكثر مرة، واضح أن هناك مشكلة حقيقية تحتاج إلى معالجة. نعم. إلى صحيفة سودانيا الدولية، وزارة الإعلام تطرح مشروعات قوانين خاصة بقطاع الإعلام للتداول. طرحت وزارة الثقافة والإعلام 3 مشروعات قوانين متعلقة بقطاع الإعلام، قدمها حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام للصحفيين للتداول خلال منابرهم المتعددة. وقال بلول في المؤتمر الصحفي أن مسودات مشروعات القوانين الخاصة بمراجعة السياسات وقوانين قطاع الإعلام في السودان تمر الآن في مسارها التشريعي بمرحلة المناقشة العامة، التي تعد أهم خطوة في المسار توطئة لإجازتها كقوانين في شكلها النهائي. قوانين جديدة ومشروعات تطرح خاصة بقطاع الإعلام للتداول، أنت كصحفي؟ هذه هي لجنة استشارية تم تكوينها منذ أن كان الأستاذ فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام. هذه اللجنة ظلت يعني تعمل بشكل دؤوب لإعداد هذه القوانين الثلاث ومقترحات لها. بالأمس فقط هذا هي المحصلة النهائية بالنسبة لعمل اللجنة، وطرحت في مؤتمر صحفي، ولكن في المقابل كانت هنالك آراء مقايرة للصحفيين بشأن بعض القوانين، خصوصا قانون حق الحصول على المعلومات وكذلك قانون الصحافة، وبعضهم يعتبر أن هذه القوانين هي عبارة عن القانون الذي كان مقترحا في عهد النظام البائد في العام 2009 وما كان ينبغي أن تعتمد عليه اللجان بشكل كبير. وبدأت هنالك نقاشات، وبالتأكيد عبر هذه النقاشات سيتم إعداد المسودات النهائية للقوانين. بالتأكيد الواقع الجديد في السودان يحتاج إلى قوانين جديدة. معلوم أن القوانين السابقة كانت تعتمد بشكل أساسي على نظام حراسة البوابة عن طريق جهاز الأمن والمخابرات. صحيح الآن الحريات أصبحت موجودة ومبسوطة، ولكن هنالك إشكاليات فيما يتعلق بوجود هذه القوانين فيما يتعلق بإدارة هذه المؤسسات الإعلامية. نحن في فترة انتقالية طبعا، يعني أبرز متطلبات الإعلام في المرحلة القادمة في ظل شعار حرية سلام وعدالة. بالتأكيد يعني تغنين العلاقة بين المسؤولين وبين الصحفيين، واضح أن العلاقة بين المسؤول والصحفي ظلت هي علاقة ملتبسة منذ عهد النظام البائد. الآن صحيح هنالك نوع من الانفتاح، ولكن ما زال الصحفيون والإعلاميون يفشلون في حصول كثير من المعلومات المهمة ذات الارتباط المباشر بالقضايا التي تخص المواطنين. النقطة الثانية أيضا إصلاح المؤسسات الإعلامية بما يضمن للمبدعون والصحفيون والإعلاميون إيجاد فرصة للعمل بشكل جيد وفي مناخ أفضل. واضح جدا أن قادة المؤسسات الإعلامية أو أصحابها في كثير من الأحيان أصبحوا الآن لا يعملون على يعني منح هؤلاء الصحفيون والإعلاميون ما يريدونه من أموال تساعدهم على أداء مهامهم، وهذا جعل حتى الإعلام لا يكون بالصورة المطلوبة في الفترة الانتقالية. إذن لا بد من إعادة كثير من المسائل المتعلقة والضرار السابقة للمسائل المتعلقة بقوانين الصحافة والمطبوعات وقوانين الإعلام وقانون الحصول على المعلومات، وهذه مسألة ضرورية يحتاجها أهل الإعلام في هذه الفترة باعتبار أنها فترة التأسيس للأفضل. نعم. إلى الحراك السياسي، الفيضان يلامس شواطئ الخرطوم، والسلطات تحذر. في تفاصيل الخبر أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية بأن مناسيب النيل في الخرطوم سجلت 16.32 متر، وأنها مرشحة أن تصل اليوم الثلاثاء لمنسوب الفيضان
16.50 متر. وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن جميع القطاعات تشهد ارتفاعاً بمتوسط 15 إلى 25 سنتيمتر، مناشدة المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة. في كل عام نتحدث عن درجة الاستعداد والحيطة والحذر. في النهاية المطاف، في نهاية المطاف تحدث خسائر يعني. والجديد الآن في هذه القضية هو دخول سد النهضة على الخط. معلوم أن أثيوبيا لم تستطع إكمال المرحلة الثانية من الملء، وبالتالي عبرت المياه البحيرة ودخلت إلى السودان. السودان في هذه اللحظة ما دام أن الأمطار تهطل بغزارة خاصة في الهتبة الأثيوبية، وليس هنالك تحكما من قبل سد النهضة فيما يتعلق بعملية الملء، هذا يعني أن فائض المياه جميعه سيأتي إلى السودان. كان من المفترض أن تنتبه وزارة الري لذلك وتتنبأ بما سيحدث في الأحباس منذ فترة. صحيح أن لديها غرفة ظلت تنعقد كل يوم لمتابعة ذلك، ولكنها الآن تحذر، والقرى الآن في ملعب السلطات المحلية حتى تقوم بالترتيبات اللازمة. اليوم النيل وصل حوالي 16.48، والآن بدأت إجراءات بالفعل متعلقة بالطوارئ في بعض الأحياء في الخرطوم، في الكلاكلة، في الجريف، في شنبات، في بعض المناطق بإغامة التروس، حتى لأن هذه المزرعة تعد إن الإنذار الأول. من المفترض أن تكون في زيادة اليوم بحوالي 25 سنتيمتر، فهذا ما ينبئ بأن الفيضان في أغسطس الحالي سيكون هو في أعلى درجاته وسيبلغ مداه. وبالتالي كما أدلفت يعني من المفترض أن تكون الجهات مستعدة، ولكن يبدو أن الاستعدادات حتى الآن ليست على ما يرام. طيب المفاوضات الفنية التي جرت ما بين مصر والسودان وإثيوبيا، وفشلت طبعا هذه المفاوضات، ما بعد ذلك ماذا سيحدث؟ يعني نحن الآن في مرحلة جديدة، لم يتم إجراء الملء الثاني للسد بصورة كاملة، ماذا سيحدث؟ إثيوبيا أصبحت تتحكم في النيل الأزرق كما تريد، وبالتالي في سنوات الفيضان هنالك فيضان أكبر، وفي سنوات الجفاف الممتد والجفاف لن تكون هنالك مياه. يعني بمعنى إذا قامت إثيوبيا بإكمال عملية الملء في شهر 3 و4، هذا يعني أن النيل سينحسر تماما في السودان، وستشهد هذه المنطقة نوع من انعدام في المياه وندرة بشكل كبير. إذن هذه المسألة هي متعلقة بشكل التفاوض، لأن البيانات إثيوبيا رفضت تبادل البيانات مع الخرطوم ومع القاهرة باعتبار أنها ليست لديها أي علاقة بالاتفاقيات السابقة لمياه النيل في العام 1929 أو العام 1959، وترى أن هذه اتفاقيات استعمارية بين مصر وإنجلترا، وتجاهلتها إثيوبيا، وبالتالي هي ليست معنية بالأمر وستستمر في ذلك. حتى لو استمر التفاوض إثيوبيا ستظل متعنتة وستكمل مشروعها. إذا ما المتوقع يعني هذا الملف قادنا إلى ملف سد النهضة؟ ما المتوقع الآن؟ هو أصبح مرتبط به لحد كبير، حتى زيادة المياه في الهضبة الأثيوبية ربما تكون مرتبطة بشكل أساسي بإنشاء السد. يمكن أن فعلا تزداد حجم الأمطار في الهضبة الأثيوبية. إذن الآن أصبحت عملية الوصول لاتفاقات بشأن سد النهضة وإنشائه في على النيل الأزرق وعدم وصول إثيوبيا أو رضوخها لأي اتفاقات سابقة أو لاتفاقات حقيقية حسب ما يتطلبه هذا الواقع، فهذا يعني أن هنالك إشكالات كثيرة ستنجم فيما يتعلق بالنيل الأزرق، وهو يعتبر الرافد الرئيس لنهر النيل. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أشرف عبد العزيز، كنت معنا اليوم على بعض الطبع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا عدد من الملفات تأتيكم اليوم على برنامج كالآتي مع عمار فتحي شيلة في 7:30 مساء. هذه الحلقة انتهت، أينما كنتم تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية، في أمان الله.